أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. إلى أي مدى تساهم تصريحات الجنائية الدولية عن جرائم بنغازي في ملاحقة خليفة حفتر دوليا؟ مع أنس الدويبي وميسر ريم القطراني. مع بداية الأسبوع استمرار تدني الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية مع مهيب جرادة. التحدي يفوز على الاتحاد ويضمن التأهل لدور أبطال إفريقيا مع عبد الرؤوف الرياني. بداية من مساء غد مرور منخفض جوي بمحاذاة الشمال الليبي مع محي الدين علي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نبأ اليوم. أكد المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية توبي كيدمان أكد بأن خليفة حفتر هو المسؤول الأول والأخير عن الجرائم التي ارتكبت في مدينة بنغازي، وذلك بوصفه قائد ما سماه بمؤسسة الجيش. ورجح المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية توبي كيدمان إمكانية محاولة إيقاف دول تربطها مصالح مع خليفة حفتر التحقيق في الجرائم المقدمة للمحكمة. تفاصيل نتابعها في التقرير التالي. ملف قديم متجدد، جرائم قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر في بنغازي منذ ما يقارب 3 سنوات. جرائم تجاوزت في بشاعتها حدود الجغرافية الليبية لتكون ملفا على طاولة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. الصورة واضحة والأدلة بينة على جرائم حفتر المسؤول الأول والأخير عن ضحايا بنغازي وغيرها من الجرائم. يقول المحامي في محكمة الجنايات الدولية توبي كيدمان في حديث خاص لقناة نبأ، وعلى الرغم من الأدلة التي قدمها فريق من المحامين للجنائية الدولية، قد تحاول بعض الدول ذات المصالح المشتركة مع حفتر أن تعرقل التحقيق، فإن هذه المحاولات بحسب كيدمان لن تلقى النجاح على غرار سابقاتها، غير أن المحامي بدا حريصا على التأكيد أن موقف المحكمة سيكون أقوى إن حصلت على أدلة أكثر. ويذهب كيدمان إلى أن محاكمة حفتر على مرأى من القياديين والسياسيين في ليبيا سيكون ردعا لأي شخص عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا. إذن ملف جرائم قائد ميليشيات الكرامة الآن أصبح رسميا بعهدة الجنائية الدولية التي اتخذت خطوات عملية عقب إصدار الدائرة التمهيدية الأولى في منتصف أغسطس الماضي أمرا بالقبض على القيادي فيها محمود الورفلي لارتكابه جرائم حرب في ليبيا. ولم يقف الحديث عن جرائم تلك الميليشيات عند حد المحكمة الدولية، بل كانت محورا لجلسة خاصة في مجلس الأمن عقدت حديثا بشأن ليبيا. وحينها تحدثت المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة عن إمكانية تحميل القادة العسكريين مسؤولية ارتكاب جنودهم جرائم حرب وفقا لميثاق الجنائية الدولية، مهددة بإصدار مذكرات توقيف جديدة إذا استمرت الجرائم. لكن أمام هذا الاهتمام الدولي والحقوقي بالضحايا الذي قضوا على يد ميليشيات الكرامة في ليبيا، يبقى السؤال على أي مدى ستساهم هذه الخطوات في ملاحقة حفتر دوليا، خصوصا عقب الحديث في الأوساط القانونية عن إلاء الجنائية الدولية اهتماما خاصا لليبيا خلال العام المقبل. وللحديث مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من فرنسا المختص بالقانون الدولي السيد محمود رفعد. مرحبا بك سيد محمود. أولا هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا وسهلا. أنا لا أسمعك، أرجو من الزملاء إظهار الصوت في أذني. يعني مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه الخطوة هي الخطوة الأكبر من نوعها في اتجاه تحقيق العدالة وتوثيق جرائم الحرب التي يقوم بها قائد ميليشيات الكرامة، ولكن في نهاية الأمر العبرة بالنتيجة. هل من وجهة نظرك ستحقق هذه الخطوة أي نتيجة واقعية على أرض الواقع باتجاه تقديم هذا الرجل إلى العدالة؟
نعم، هو في حد ذات الخطوة هي خطوة إيجابية جدا، لأنها من شأنها أن تفقد حفتر عنصر الشرعية الدولية الذي تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى شرائها له، وقد بثت في ذلك أو ضخت في ذلك مليارات كبيرة جدا من أيام أو من قبل حتى مبعوث الأمم المتحدة الأسباني ليون الذي اشترته بمليارات كثيرة حتى تعطي لحفتر شرعية، ثم بعد ذلك صفقات التسليح من فرنسا حتى يذهب فرنسا ويقابل الرئيس الفرنسي ماكرون، ويظهر ماكرون يعني رغم ظهور ماكرون كوسيط، ولكن كان هذا الهدف من كل هذه الأمور هو إعطاء حفتر شرعية دولية. تناول المحكمة الجنائية الدولية لحفتر كمجرم حرب هذا يجعله هارب من العدالة وملاحق من العدالة، وعدم تسليمه يجعل الدولة التي تأويه أو الطرف الذي يأويه أو يموله أيضا يحمله مسؤولية جنائية، وبالتالي يفقد هذه الشرعية الدولية التي كما قلت تحاول الإمارات أن تشتريها له. ومن هنا هي الخطوة إيجابيتها، يعني تبدأ بإيجابية من هذا المنطلق من ناحية. من ناحية أخرى، فاعلية وفعالية هذه الخطوة، لا ننسى أن حفتر متورط في صفقة الإفراج عن سيف الإسلام القذافي مع أحمد قذافي الدم في مصر. هناك أيضا يعني تورط لهؤلاء أو لهذا الطرف أو لهذه الجبهة مع الذين أفرجوا عن سيف الإسلام مقابل مبالغ مالية والتصفيات التي عقدت وسمعنا عنها وعرفناها. سيف الإسلام لا ننسى أنه ملاحق أمام الجنائية الدولية، وأنه بعدما صدر بحقه حكم إعدام في ليبيا بدأنا نسمع الأسابيع الماضية عن إعادة دور سياسي له رغم الميليشيات التي قادها في عصر والده معمر القذافي والانتهاكات المنسوبة إليه والتي تلاحقه الجنائية الدولية هي الأخرى بسببها، وهو مطلوب ولا زال اسم سيف الإسلام القذافي مطلوب. فبالتالي يرتبط هنا حفتر مع سيف الإسلام القذافي من هذا البعد، وهو بعد مهم جدا جدا، لأن هذا يجعل الداخل الليبي الآن يتخلص من عنصرين لطالما انتهكوا حقوق الشعب الليبي، لطالما أجرموا وثبت إجرامهم بحق الشعب الليبي بقصفه ودماره والمسؤولية عن التخريب الذي وقعوا به. سيبقى هنا بعد إقليمي وليس فقط ليبي داخلي لبثول حفتر أو لصدور مذكرة اعتقال بحق حفتر من الجناية الدولية، وهو تسليط الضوء على دور كل من جيش عبد الفتاح السيسي والإمارات العربية المتحدة. الإمارات قامت بانتهاك قرارات مجلس الأمن التي تقضي بحظر تسليح أي طرف في ليبيا عدة مرات، ونعرف أن تسليح حفتر كله آت من دولة الإمارات. أيضا الجيش المصري متواطئ، عبد الفتاح السيسي متواطئ مع حفتر في هذا المضمار، وقاموا بقصف مدنيين في درنة ومدن ليبية، وبالتالي هذا أيضا سيفتح باب التحقيقات إقليميا، مما سيساعد على يعني الوقوف أمام هذه العجلة للأسف الشديد التي تحصد الدماء العربية في ليبيا وخارجها. يعني لو نجحت هذه المحاولة ستكون كبيرة جدا وسترتد إيجابيا ليس فقط على الداخل الليبي، ولكن سيكون مردودها الإيجابي أيضا على ما يحدث في اليمن، على ما يحدث في سوريا، على ما يحدث في باقي الإقليم. حضرتك يا سيد محمود ذكرت بأن هذه الخطوة من شأنها أن تنزع الشرعية عن حفتر التي تحاول الإمارات أن تمنحها له بالأموال التي لديها. هل نفهم من كلامك هذا أنك تعول على هذا الجانب المعنوي أكثر من تعويلك على الجانب الواقعي الذي يفسر على أرض الواقع بتقديم حفتر للعدالة باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية؟ هو الجانب المعنوي، يعني هو لا نستطيع أن نصنف هذه الأرباح في خانة الجانب المعنوي، هي جانب مادي، ولكن أنا أريد أن أكون واقعيا. أنا مسألة استسلام حفتر للمحكمة الجنائية الدولية هو أمر غير وارد، يعني هو مستبعد أن يقوم هو بتسليم نفسه إلى الجنائية الدولية ويذهب من تلقاء نفسه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لن يسلم إلى الجنائية الدولية من قبل جيش السيسي مثلا، هذا أمر أيضا مستبعد جدا، أو أن يقوم السيسي باعتقاله. ومن ناحية ثالثة، هو متحصن لميليشياته التي تمولها الإمارات. فبالتالي أنا أريد أن أذهب إلى الواقعية، أن هذا الإجراء وهذه الخطوة ستكون أولا محاصرة لحفتر وإسقاط
ما حوله من ميليشيات إجرامية، لأنها ستدين الإمارات وبالتالي ستعمل على إيقاف تمويل الإمارات لهذا التسليح الضخم والجرائم التي ارتكبت بعد ذلك. ورأيناها ليس فقط محمود الورفلي ولكن كثير من الميليشيات ترتكب جرائم. وأنا أؤكد لسادتك أن هناك قطاعات من الجيش المصري تحارب في بني غازي كتفا بكتف مع ميليشيات حفتر وترتكب هذه الجرائم أيضا في حق الشعب الليبي. فبالتالي سيكون هناك وقف لهذه الجرائم أو إقلال منها، وهذا سيكسر شوكة حفتر. إذا ما انتقلنا إلى تسليمه أو إلى فرصة أن يمثل حفتر أمام الجنائية الدولية، أنا لا أتوقع أن هذا سيحدث إلا حينما تعود المركزية لليبيا وتعود الدولة بمركزيتها تحكم من العاصمة طرابلس، ويكون هناك دولة بأجهزتها تستطيع أن تقبض على الخارجين عن القانون، ومنهم خليفة حفتر الذي خرج عن القانون، وتسليمه بالتالي سواء إلى الجنائية الدولية أو إلى إقامة جهاز قضائي موثوق فيه ونزيه ويطبق قوانين حقيقية ليست تلك التي رأيناها بحق سيف الإسلام ثم يفرج عنه. إذا تحدثنا مباشرة عن هذه الدول التي تحدثت عنها حضرتك وتحدث عنها أيضا رئيس فريق المحامين الدوليين، هذه الدول التي لديها مصالح مشتركة مع حفتر كمصر والإمارات روسيا فرنسا وهي متهمة بالوقوف وراءه، يعني هو مثلا رئيس فريق المحامين يقول بأنه يخشى من تدخلهم في عملية سير العدالة وسير التحقيق، يعني هل هذا كلام واقعي؟ هل بإمكان هذه الدول أن تتدخل في إطار هذه العملية التحقيقية بشأن ارتكاب جرائم حرب في ليبيا؟ هو من الناحية العملية ميثاق الأمم المتحدة نفسه ينص على أن من حق مجلس الأمن أن يوقف أي قضية منظور أمام الجنائية الدولية، من حق مجلس الأمن أن يوقفها لمدة عام قبل للتجديد، وقبل للتجديد فتح المدة، يعني ممكن مجلس الأمن يجدد هذا الوقف لمدة 30-40 سنة يعني. وأي قضية لو تم إيقاف العمل فيها لمدة سنتين أو ثلاثة ماتت القضية من هذا المضمار. ولكني أستبعد نظرا يعني الظروف الدولية الحالية وما يضج به العالم من جرائم حفتر في ليبيا الآن وضغط المنظمات الحقوقية، أن تحاول روسيا أو فرنسا استغلال عضويتهم في مجلس الأمن بمحاولة وقف عمل الجنائية الدولية، لأن يعني دائما ما يتذرع مجلس الأمن في هذه الحالة أنه هذه القضية لو سارت فإن هذا سيؤثر على جهود المصالحة والسلام. نظرا لما يرتئيه العالم الآن وتفجر عدة قضايا أيضا فرعية من ضمنها إتجار بالبشر التي كانت في بني غازي، يعني بدأت من خيوطها من بني غازي، وهذا يشكل ضغط كبير على الرئيس الفرنسي، لأن مثل هذه القضايا لها مردود كبير في الشارع الغربي، والشارع هو المؤثر الأكبر في صنع القرار في الغرب في حكام الغرب. فبالتالي أستبعد جدا أن ربما تكون هناك محاولات روسية، ولكن أستبعد الجانب الفرنسي تحديدا أن يحاول أن يفعل هذا الأمر في مجلس الأمن. أيضا الضغوط الحقوقية الآن المتزايدة والأصوات المتعالية، لأن هناك ربط ما بين ما يحدث في اليمن وما يحدث في ليبيا، من أن الاثنان تقف وراءهم الإمارات كل هذه الجرائم وحرق هذا الشعب وهذه الآلة الترسانة السائرة فوق أجساد ألاف من البشر كل يوم، هذه آلة الإمارات العسكرية أو أموال الإمارات التي تدفع لميليشيات هنا وميليشيات هناك، حفتر في ليبيا وآخرون في اليمن. فبالتالي هناك أصوات كثيرة الآن لم يعد من الممكن صم الأذان عنها، وأتوقع أن الأمر سيسير، وفي غضون شهور قلائل سنجد هذه المذكرة تخرج إلى النور، أقصد مذكرة اعتقال حفتر، ومن هنا ستكون هناك صفحة جديدة ستبدأ في تاريخ ليبيا. لو اتحد السياسيون سريعا ووحدوا الدولة وشكلوا دولة مركزية بعد الخلاص من العائق الأخير والوحيد هو حفتر. أشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل التي أوردتها لنا السيد محمود رفعت الخبير في الشأن القانوني الدولي، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب من باريس. الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال باقي ملفات برنامج نبأ اليوم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعلن الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة التابعة لميليشيات الكرامة من ولد الزوي أكد مقتل 2 من قواتهم وإصابة 3 خلال الاشتباكات التي شهدها محور الفندق البلدي وسط بنغازي يوم الجمعة. وأوضح زوي عبر صفحته على فيسبوك أن القتيلين أصيبا برصاص قناص تابع لمجلس شورى ثوار بنغازي خلال محاولة تقدمهم نحو الفندق البلدي وفق قوله. يشار إلى أن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر كان قد أعلن في وقت سابق سيطرته على بنغازي بشكل كامل. هذا وأعلن المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري المنطقة الواقعة جنوب خليج سدرة حتى الجبال السوداء بما فيها مواقع الحقول النفطية منطقة عسكرية مغلقة محظورة. نرصد دلالات هذا القرار في سياق التقرير التالي. لم تعد منطقة خليج سدرة متاحة أمام أي قوة عسكرية بعد الآن. المنطقة الواقعة جنوب الخليج وحتى الجبال السوداء بما فيها الحقول النفطية أصبحت منطقة عسكرية وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري. ولم يكتف المسماري بهذا الأعلان فحسب، بل هدد عبر صفحته على فيسبوك بتدمير أي هدف داخل حدود المنطقة المعلن عنها، تهديد وإن جاء عاما في شكله، إلا أنه يشير وبشكل مضمر إلى أطراف تحاول دخول هذه المنطقة. ولا يمكن بطبيعة الحال أخذ هذا التهديد بمعزل عن معلومات ما تزال إلى الآن غير مؤكدة عن نية قبيلة المغاربة الدخول إلى جنوب الخليج، المنطقة التي تتبع لها، من أجل وضع حد للتدمير والفوضى التي تعم المنطقة. وضع كارثي كان واضحا في تصريح للنائب في مجلس النواب عن الدائرة الفرعية السدرة عامر عمران نصر، الذي أكد أن حقول النفط والموانئ في المنطقة تعرضت للتدمير والنهب منذ سقوط الهلال النفطي. ويتابع النائب في بيان نشره على صفحته بفيسبوك أن الحقول النفطية أصبحت محتلة من قبل مرتزقة أفارقة، فيما تحولت بعض المواقع إلى قواعد لتنظيم الدولة. وفي اتهام غير مباشر للمؤسسات الوطنية للنفط، كذب النائب البيانات والتصريحات التي ادعت أن المؤسسة استلمت الحقول وأدخلتها في دائرة الإنتاج. إذن تظل منطقة الهلال النفطي منطقة صراع بين الجهات المنقسمة في البلاد، مع استمرار الخطر المحدق بها وهي العصب الأساسي للدولة الليبية. إلى أجدابها، حيث عثر الهلال الأحمر بالمدينة على مقبرة جماعية بمنطقة 18 الواقعة جنوبا. وأضاف مصدر من الهلال الأحمر في أجدابها لقناة النبأ بأنهم انتشلوا جثتين متحللتين من المقبرة ستنقلان إلى الجهات المتخصصة للتعرف على هوية أصحابها. وكان الهلال الأحمر في أجدابها قد عثر في يوليو من العام الماضي على مقبرة جماعية في المدينة وتحوي أكثر من 12 جثة. أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي انخفاض كميات المياه المتدفقة من حقول أبار الحساونة إلى المدن الساحلية. وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى سيطرة مجموعة مسلحة على منظومة النهر. التقرير التالي يرصد لكم أسباب هذا القرار وتبعاته. إما إغلاق النهر أو تفجير المنظومة العاملة به. بهذه الكلمات هددت مجموعة مسلحة تتبع آمر اللواء 219 المبروك حنيش المعتقل لدى قوة الردع الخاصة للضغط عليها قصد الإفراج عن حنيش. لم يجد العاملون في المنظومة خيارا فاتجهوا لأخف الضررين. توقف ضخ مياه النهر الصناعي ما تسبب في انخفاض كميات المياه المتدفقة من حقول آبار الحساونة إلى المدن الساحلية. ليست المرة الأولى التي تغلق فيها المجموعات المسلحة منظومة المياه، ففي 11 من نوفمبر الجاري أقفل مسلحون من قبيلة المقارحة صمامات النهر للمطالبة بالإفراج عن المبروك حنيش. وفي 23 من أكتوبر الماضي هاجمت المجموعة المسلحة نفسها محطة كهرباء شمال وادي الشاطئ للسبب ذاته،
ما أدى إلى توقف منظومة النهر عن الخدمة لمدة أسبوع، وقدرة الخسائر المترتبة على ذلك بنحو 2 مليون دينار. بين الأعمال التخريبية واستغلالها لمطالب شخصية، تقفل خطوط منظومة النهر الصناعي من حين لآخر، وتضاف أزمة جديدة إلى أزمات الكهرباء والسيولة النقدية وتردي الخدمات الصحية، وتبقى موارد الدولة مهدورة وأداة للضغط من قبل مجموعات مسلحة، في حين ينتظر البعض حلولا عادلة تضمن حياة كريمة للمواطن وتضمن سلامة ممتلكات دولتهم. ونستعرض في الورقة التالية جانبا من الاعتداءات وعمليات التخريب التي طالت منظومات النهر الصناعي. وفي شأن آخر، أكد مصدر من الغرفة الأمنية المشتركة في مصراته، أكد مقتل 4 من عناصر الغرفة أثناء عملية مداهمة في مدينة الخمس ظهر السبت. وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع النبا أن عناصر الغرفة كانت تداهم متهما بقتل 7 أشخاص صدرت في حقهم مذكرة قبض من مكتب النائب العام. وأشار المصدر نفسه إلى أن دورية الغرفة المشتركة قبضت على 14 شخصا كانوا يرافقون المتهم، في حين قتل آخران خلال مواجهات اندلعت أثناء محاصرة منزل المتهم. أفاد العميد بالكلية الجوية مصراتة مصطفى بن طاهر بأن الأوضاع في السجن باتت مستقرة بعد محاولة مجموعة مسلحة الإفراج عن سجين بالقوة. ونفى بن طاهر في تصريح لقناة النبأ تبعية المجموعة المسلحة لتنظيم الدولة، ومؤكدا بأن العملية كانت مجرد تمرد من السجناء. تعهدت هولندا بتقديم 1,650,000 دولار لصندوق المشروع الانتخابي في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشدد السفير الهولندي لدى ليبيا إيريك ستريتينغ على ضرورة توافر الشروط الفنية والسياسية والأمنية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا. ووفقا لما ذكرته البعثة الأممية على موقعها، فإن الدعم الذي يتلقاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات على إدارة العمليات الانتخابية المتوقعة العام القادم. نظم حراك العودة للشرعية الدستورية في طرابلس وقفة بميدان الجزائر داعمة لتوصيات مؤتمر غريان المنعقد في أكتوبر الماضي. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بتفعيل الدستور وعودة الملكية الدستورية لليبيا بوصفها الحل الأنسب للبلاد وفق تعبيره. مشاهدينا الكرام، النبأ اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد قليل باقي فقراتنا الرياضية والجوية والاقتصادية. أهلا بكم إلى النبأ اليوم.
نرحب بالزملاء الذين انضموا إلينا الآن، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مرور منخفض جوي بمحادات الشمال الليبي، والتحدي يفوز على الاتحاد ويتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا. مع بداية الأسبوع استمرار تدني الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. أهلا بكم مشاهدينا هذه الفقرة الاقتصادية والتي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية لهذا اليوم. ونبدأ من أسعار العملات، حيث لا يزال يشهد الدينار الليبي تدنيا في أسعاره مقارنة بمقابل بعض العملات، إلا أنه مقارنة بسعر الدولار فقد انخفض انخفاض طفيف جدا لا يقدر، حتى بلغت قيمته 9 دنانير و430 درهم. أما اليورو فقد بلغت قيمته 11 دينار و90 درهم. بالنسبة للجنيه الاسترليني بلغت قيمته 12 دينارا و310 درهم. أما الدينار التونسي لا يزال يحافظ على استقراره النسبي عند 3 دنانير و350 درهم مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة والتي بشكل عام انخفضت بمقدار دينار واحد لكل عيار، فنبدأ بعيار 24 انخفض إلى 385 دينار للجرام الواحد. أما عيار 21 فقد انخفض إلى 327 دينار، وعيار 18 بلغت قيمته 288 دينار للجرام الواحد. أما الفضة فقد انخفضت لتستقر عند 3 دنانير و800 درهم بعدما كانت قد بلغت المقدار 4 دنانير خلال اليومين الماضيين. بالنسبة لأسعار السلع الغذائية الأساسية والتي لا تزال تحافظ على استقرارها النسبي، ولنوه أن هذه الأسعار وهذه السلع تختلف بحسب نوعية السلعة وكذلك بحسب جودتها. فنبدأ بكيلو الكسكسي والذي تقدر قيمته عند 3 دنانير و250 درهم. أما نصف الكيلو للمكرونة عند دينار و750 درهم. بالنسبة لكيلو الأرز عند 3 دنانير و500 درهم، وزيت الذرة عند 3 دنانير و500 درهم للتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم والتي تعتبر تحافظ على استقرارها النسبي نوعا ما، فنرى استقرار كيلو الخروف عند 33 دينار للكيلو. وأما بالنسبة للحمي البقر والإبل عند 30 دينار. أما لحم الدجاج فقد تراجع قليلا ليستقر عند 11 دينار و500 درهم للكيلو، بعدما كان قد بلغت قيمته 12 دينار أو متجاوزا حاجز 12 دينار للكيلو. بالانتقال إلى أسعار الخضروات والتي أيضا تحافظ على استقرارها النسبي نوعا ما، فنرى استقرار كيلو البصل والطماطم عند 3 دنانير. أما كيلو البطاطا فتحافظ على استقرار عند 2.5 دينار. وبالنسبة للخيار فقد بدأ في الارتفاع مجددا ليستقر عند 5 دنانير للكيلو. إذا ننوه من جديد أن هذه الأسعار تفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت نسبي وطفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى بقية الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليكما أنس وميس. شكرا جزيلا لك زميل مهيب جرادة على هذا الاستعراض الاقتصادي. الآن نستعرض لكم الأخبار الرياضية مع الزميل عبد الرؤوف الريان. مساء الخير أنس. مساء الخير أيضا لكم مشاهدينا مستمعينا الكرام. نأخذكم في جولة رياضية نبدأها بالأخبار المحلية، حيث بلغ فريق التحدي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة بمسماه الجديد بعد نجاحه مساء اليوم في الفوز على الاتحاد في المباراة الفاصلة والحاسمة لممثلي ليبيا في بطولتي إفريقيا. وجاءت أهداف المباراة 3 في الشوط الثاني، حيث أحرز هدفي التحدي لاعبه وهدافه المتألق عامر التورغي الذي كان قد أحرز هدفي الفوز على أهلي طرابلس في مباراة نصف النهائي بالدور الرباعي. وعلى ضوء النتيجة فقد تأهل التحدي لتمثيل ليبيا في دوري أبطال إفريقيا، بينما سيمثل الاتحاد الكرة الليبية في الكونفدرالية الإفريقية. من جهة ثانية وفي العاصمة طرابلس، تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية غدا الأحد آخر اجتماع لها في العام 2017، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله تحديد موعد لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للسنوات الأربع المقبلة. وسيناقش الاجتماع مواضيع عدة، من بينها اعتماد عضوية اتحادات الدراجات النارية والمبارزة واتحاد القوس والسهم، كما سيتم مناقشة تعديل مواد في النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية التي قدمت مقترحاته بعض أعضاء الجمعية. أعلن المدرب الوطني جمال خميس مدرب فريق خليج سرت أنه باق في منصبه كمدرب للخليج ولا يفكر في الانتقال لناد آخر.
وقال المدرب في تغريدة على حسابه الشخصي عبر الفيسبوك أنه تلقى عرضا للعمل ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي بطرابلس بقيادة برانكو، لكنه قدم اعتذارا للنادي وشكر مسؤوليه على هذه الثقة وهذا التقدير. وامتدح المدرب جمال خميس نادي خليج سرت وأبدى سروره وسعادته بمهمته في الفريق، مشيدا بالتعاون الذي يلقاه من الجميع. أنهت ليبيا المتمثلة في الاتحاد الرياضي العسكري مشاركتها في البطولة العربية العسكرية للتايكواندو التي أقيمت في تونس في المركز الرابع بحصولها على قلادة ذهبية ومثلها من البرونز في البطولة التي شاركت فيها رياضيون من 9 دول عربية. وتوج رمضان الوافي بذهبية ليبيا بحصوله على المركز الأول في وزن 68 كيلوغرام، بينما جاءت القلادة النحاسية بواسطة البطل طه فوزي الأسود في وزن فوق 87 كيلوغرام. وتوجت تونس المضيفة بالمركز الأول وتلتها العربية السعودية، وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث. عالميا وفي الليغا حقق ريال مدريد فوزا صعبا ومثيرا على ضيفه مالاغا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعبه سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 13 من عمر البطولة. وشهدت المباراة إثارة وتشويقا على مدار شوطيها، حيث بدأ الريال التسجيل ثم عاد مالاغا للتعديل مرتين قبل أن يخطف رونالدو الفوز بهدف من علامة الجزاء ليعود بالنادي الملكي إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجولة الرياضية، ما الآن عودة مجددا للزميلين أنس وميس. شكرا جزيلا لك الزميل عبد الرؤوف على هذا الاستعراض الرياضي. شكرا لك الزميل عبد الرؤوف. والآن ننتقل أنس لمعرفة أحوال الطقس مع الزميل والأستاذ محي الدين علي. مرحبا بك أستاذ. مرحبتين ميس وأنس، وأسعد الله أوقاتكم أيها السادة الكرام أينما كنتم، أحييكم أجمل تحية. ظهور سحب على المنطقة الغربية خلال هذا اليوم أو على المنطقة الشرقية تحديدا خلال هذا اليوم أدت إلى بعض الأمطار المتفرقة وكانت معظمها خفيفة وخاصة على السواحل، بينما هناك مرتفع للضغط يؤمن أجواء مستقرة على هذه المنطقة. مركز هذا المرتفع على هذه المنطقة يتحرك طبعا المرتفع من الغرب إلى الشرق، ثم هناك يوم أو من مساء يوم الغد سيمر منخفض بمحاذاة الساحل الليبي، يتمركز هذا المنخفض جنوب القارة الأوروبية ويمر بمحاذاة الساحل الليبي، يلامس الساحل الليبي أو شمال ليبيا بأكملها ملامسة بسيطة. بتغير الرياح أو بانخفاض في درجات الحرارة ستتغير الوضعية، الرياح إلى شمالية غربية فتكون درجات الحرارة وتنخفض تبعا لذلك درجات الحرارة على كل الشمال الليبي والشمال وأيضا الشمال الشرقي، كذلك بعض من مناطق الجنوب ستتأثر بهذا الهواء البارد الذي يتدفق يومي الاثنين والثلاثاء. انخفاض واضح على المرتفعات الغربية والشرقية وأمطار بإذن الله وخاصة على الشمال الشرقي، لكن احتمالية الأمطار على الشمال الغربي تكاد تكون لا تتجاوز 40% وتصل في الشمال الشرقي إلى 60% بإذن الله تعالى على هذه المنطقة. يستمر هذا المنخفض يومين، يومي الاثنين والثلاثاء، ثم يغادر تاركا وراءه بعض السحب يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. انتقالا إلى خريطة توزيع الرياح والضغط التي من خلالها نلاحظ أيضا خلال هذا اليوم وصباح يوم الغد ستكون الرياح من القطاع الجنوبي الغربي، ما يجعل درجات الحرارة في فترة الظهيرة أكثر دفئا، لكنها سرعان ما تتحول إلى شمالية غربية من مساء يوم الغد، ثم تكون أكثر سرعة أو أكثر برودة يوم الاثنين والثلاثاء بإذن الله تعالى. حالة النشرة أو حالة البحر، النشرة الخاصة بالصيد البحري على مناطق الساحل الغربي ممتد من رأس الجير حتى سرت، تكون السماء صافية ثم تتكاثر سحب تدريجيا خاصة مساء يوم الغد والاثنين والثلاثاء مع رياح ستنشط وتكون أو يضطرب بعدا لذلك البحر أو تبع لذلك البحر، ليرتفع الموج إلى 3 أمتار يومي الاثنين والثلاثاء، وخاصة الثلاثاء على كل الساحل الليبي سيرتفع الموج إلى 3 أمتار، لكن خلال هذه الليلة وصباح يوم الغد سيكون هذه الموج بشكل واضح بإذن الله تعالى، مع فرصة لظهور ضباب على بعض المناطق الساحلية الغربية وبعض من مناطق الساحل الشرقي. إذن التوقعات ستكون على النحو التالي، ونبدأها دائما بالمناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت، تكون السماء صافية خاصة هذه الليلة ونهار الغد أو صباح يوم الغد، ثم تبدأ تتكاثر السحب تدريجيا بوصول المنخفض أو بمرور المنخفض على الشمال الليبي، تتغير الرياح إلى شمالية غربية بإذن الله، درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من مساء يوم الغد. خلال يوم غد الحرارة ستكون أو ستتراوح من 18 إلى 22 درجة هذا على الساحل، لكنها تكون على مدن الجبل لا تتعدى 16 درجة، وتكون يوم الاثنين خاصة على الجبل ما بين 9 إلى 11 درجة على أقصى تقدير.
انتقالا إلى الجنوب الغربي الليبي، يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات حرارة لا تقل عن 22 وتصل في بعض المناطق إلى 26 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية الشمالية تحديدا ستكون الأجواء مغيمة، وخاصة هذه الليلة، وبعض الزوابع الرعدية ستظهر، وأيضا تكاثر للسحب سواء كان خلال هذه الليلة أو ليلة الغد بإذن الله، ويوم الاثنين والثلاثاء أيضا فرصة الأمطار على هذه المنطقة، ودرجات الحرارة ستسجل انخفاض مقارنة بهذا اليوم. درجات الحرارة خلال يوم غد ستتراوح في معظمها ما بين 18 إلى 24 درجة، هذا على أقصى تقدير. الجنوب الشرقي الليبي، الكفرة، تزرب والسيري والمناطق المجاورة ستكون الأجواء صافية، إن ظهرت بعض السحب فستكون سحب عابرة وعالية، أما درجات الحرارة فلا تقل عن 20 ولا تزيد عن 26 درجة مئوية. ننتقل إلى أجواء المنطقة الشرقية والتي نختار فيها مدينة بنغازي التي ستشهد خلال يوم غد وهذه الليلة تحديدا أجواء غائمة ومطرة في بعض الأحيان، أما درجات الحرارة فتصل أو تتراوح من 19 إلى 21 درجة مئوية، ستكون أدنى درجة حرارة تسجل خلال هذه الليلة 13 درجة مئوية. سرعة الرياح ستصل إلى 15 عقدة هذه خلال هذه الليلة ونهار غد، أما يوم الاثنين فتزداد سرعة الرياح لتصل إلى 25 عقدة، رياح ستكون اتجاهها شمالي غربي. حالة السماء ستكون مغيمة وماطرة في بعض الأحيان. هذا كل شيء عن النشرة، تكاملت النشرة بإذن الله. عودة إلى ميس وأنس. شكرا لك أستاذ. شكرا. تنوه قناة نبأ مشاهديها الكرام إلى تغيير تردد القناة وفق الإعدادات الظاهرة على الشاشة أمامكم. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية النبأ اليوم. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني النبأ.tv، إضافة إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.